أعلن رئيس ائتلاف النصر المنضوي في الإطار التنسيقي حيدر العبادي شروطه للمشاركة في الحكومة المقبلة، فيما دعا إلى معادلة حكم وسطي. العبادي أضاف في تغريدة له على تويتر إن الانقسام السياسي والتحديات السياسية والاقتصادية والسيادية توجب أقول معادلة حكم وسطية تنزع فتيل الأزمات ومحل قبول رحب، وحكومة وطنية قادرة وكفؤة لمرحلة محددة لإصلاح الاقتصاد وتقديم الخدمات وأيضا توفير فرص عمل. واختتم تدوينته قائلا: بخلاف ذلك لسنا معها ولن نكون جزءا منها، لأنها ستعقد قول الأزمة وتقودنا إلى المجهول.